الاضطراب الأمني الذي تشهده مصر صاحبه تطور خطير هذا الأسبوع طرح احتمالات حدوث فراغ أمني بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة لأفراد الشرطة صاحبها إغلاق بعض أقسام الشرطة في عدة محافظات احتجاجا على سياسة وزير الداخلية ورفعا لعدة مطالب. ما انت ما تقوليش الشرطة في خدمة الشعب ونلاقي نفسي ان انا داخل طرف مع الشعب صراع بقى سياسي تصفية حسابات. احنا يا جماعة ملناش دعوة بكل هذا الكلام. وبوجه التحية للسيد وزير الداخلية اللي وصلنا اللي احنا وصلنا فيه دلوقتي ونجح فعلا بفضل سياساته ان هو يخرج كل الضباط عن صمتها ويخرج الافراد عن صمتها. وزير الداخلية الذي بات محاصرا بمطالب داخلية تعكس موجة غضب لدى ضباطه وانتقادات خارجية لسياساته الامنية حاول استيعاب كل ذلك بتأكيده على انه يتفهم مطالب الضباط مطالبا الجميع باخراج الداخلية من اي صراعات سياسية. ان جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع التيارات والقوى السياسية دون تدخل في العمل السياسي. مؤشرات الفراغ الأمني دفعت ببعض تيارات الإسلام السياسي خاصة الجماعة الإسلامية إلى الدعوة لتشكيل لجان شعبية تقوم بمهام أمنية خاصة بعد ما وصفته بعدم قدرة الأجهزة الرسمية للدولة على تحقيق الأمن. ماذا يعني أن يقوم الضابط المعني بالأمن والدفاع عن المواطنين أن يغلق أبواب القسم بالجلازير؟ هؤلاء ينبغي أن يطردوا من جهاز الشرطة. هؤلاء لا يؤتمنون في أي لحظة من اللحظات أن يكونوا أمناء في الدفاع عن هذا الشعب وعن حرماته وعن أعراضه. دعوات بعض القوى الإسلامية لتشكيل لجان شعبية للأمن صاحبتها ردة فعل قوية من جانب قوى المعارضة المدنية التي اعتبرت ما يحدث بمثابة ميليشيات عسكرية وسط تسريبات عن رفض الجيش بقوة لمثل تلك الدعوات. عشان كده الجيش قال لا، الكلام ده احنا مش موافقين عليه، لان كده البلد هتتحول الى ميليشيات. دي مسؤوليه وزاره الداخليه ومسؤوليه الشرطه، مسؤوليه قوميه ليست مسؤوليه حزبيه. المبدا ده خطير، هيحول البلد الى حرب اهليه، واحنا مش هنسكت على كده. مشهد امني مضطرب تتصارعه اطراف عده ودعوات باتت اكثر وضوحا لعوده الجيش الى الساحه، وشارع يترقب شكل المخرج من هذه الازمه التي طال مداها. رشا نبيل، العربيه، القاهره.